بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة على حضراتكم، ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم رد الاعتبار. النهاردة يوم ايه؟ رد الاعتبار للكبيرين، للعملاقين، شاء من شاء وأبى من أبى، الكبيرين والعملاقين، الأهلي والزمالك، الزمالك والأهلي. طب ليه بقى يوم رد الاعتبار؟ لأن اللي حصل الأهلي والزمالك على مدار الشهور اللي فات شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي بالمره. ضغط على الاهلي في السودان وضغط على الزمالك في تونس، وما شاء الله جنوب افريقيا زي ما انتم عارفين استلمت الفرقتين الاهلي والزمالك، فشيء مش طبيعي جدا. واللي زود يا صديقي الطينه بله بعض البلهاء، بعض الايه؟ البلهاء اللي تم يعني استخدامهم بطريقه غير مباشره، ما حدش قال لهم اتكلموا، هم لوحدهم ما شاء الله ساعدوا الاطراف اللي بره. تعالى يا باشا انا لوحدي كده، انا زملكاوي فهاجم لك في الاهلي، شو تشكر؟ شكرا يا ابو الحاج. وبدأ يعمل ضغط على الاهلي ويضعفه اكتر، وبرضه بعض الاصوات الناحيه التانيه، ايه ده انا اهلاوي تعالى اضغط لك على الزمالك، وبدأ احنا مننا فينا نهاجم بعضينا ونحفل على بعضينا ونقلل من بعضينا. والعيال طبعا زي ما انتم عارفينهم يا جماعه، اهم حاجه عندهم اللايك، واهم حاجه عندهم الشير والكلام الغريب اللي انتم عارفينه ده. وانا عملت فيديو كلمت في كل حاجه بمنتهى الصراحه، وجيت قلت لهم اختشوا، قلت لهم ايه؟ اختشوا، شكلنا بقى وحش جدا يا جماعه، وبطلوا تلزيق، بطلوا ايه؟ تلزيق، شكلكم بقى وحش جدا. نرجع بقى للرساله المهمه، النهارده احنا محتاجين نكسب، اي نعم محتاجين نكسب، وان شاء الله هنكسب. الاهلي هيلعب الساعه 6 مساء مع القطن الكاميروني، لازم يكسب. لازم ايه؟ يكسب. والزمالك مع شباب بلوزداد برضه لازم يكسب. عايز اقول لك ان الزمالك بيعاني في الجزائر، وانا عايز اقول لك يعني ان دي حاجه انا ما رضيتش اتكلم فيها بدري عشان ما احبطش الجمهور، ولكن حتى الملعب اللي هنلعب عليه المباراه رفضوا خلونا نتمرن عليه. قالك عشان العشبة ما يبص، حاجة أول مرة أسمعها يعني، ما نتمرنش، قالك ما فيش تمرين، ليه يابا الحاج؟ قالك العشبة هيبوظ. ما علينا ما علينا، زحف جماهيري كبير جدا، عدد كبير جدا من جمهور شباب بلوزداد هيكون حاضر، ما عندناش مشكلة. طب ماذا لو، ماذا لو لا قدر الله، يعني لا قدر الله الأهلي والزمالك خسروا؟ دي الرسالة بقى الأساسية اللي أنا طالع عشانها. بص يا صديقي اللي بتتابع من بره، ايا إن كان انت ميولك ايه، وايا كان تتمنى خساره الزمالك او خساره الاهلي، في رساله مهمه عايز اقولها لك. احنا الاثنين الكبيرين لو لا قدر الله خرجنا من البطوله دي، الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، انتهت. الاهلي هيشارك في ايه؟ كاس العالم للانديه، انضم لنفسه مكان في كاس العالم للانديه 2025. طيب الزمالك، عشان واحد يجي يقول لي طب انت عمال تقول على الاهلي، طب ما فريق مصري، ولكن اتكلم على الزمالك. طيب حاضر اكلمك على الزمالك. الزمالك بقى يا لوزر يا خاسر يا صغنن، عمر ما حد منكم هيعرف يكسر الرقم بتاعه، لان ما حدش كسر رقمه غير فريق النادي الاهلي اللي هو برضه ابن بلدي، فما حدش من الفرقه دي هيعرف يعديني او يعدي الخمس بطولات. اللهم الا ما فيش غير الترجي اخره هيتساوى معايا في عدد البطولات، يبقى خمسه زيي هو عنده اربعه، فما فيش حد هيعرف يعمل طفره سواء واحنا موجودين او مش موجودين. يعني لو غاب الاهلي والزمالك العمالقه والكبار ولا اي حاجه هتتغير، ما فيش فريق هيعرف يعدي الزمالك في عدد الالقاب، ولا الاهلي، ولا طبعا الاهلي، ولا الاهلي هيتحرم من ان هو يشارك في كاس العالم للانديه، ولا يقلل من اسمنا، ولا اي حاجه خالص. احنا ممكن يا ابني نريح الاهلي، ممكن نريح له خمس ست سنين ما عندوش مشكله، ويمكن اكتر، وما حدش هيكسر الرقم بتاعه. والزمالك بقى له 22 سنه غايب، ما حدش كسر رقمه غير مين؟ ابن بلده برضه الاهلي، فالباقي كله مجرد كومبارزات، كومبارس مشارك كده بس من اجل المنظره، مع طبعا عمالقه وفرق محترمه لا عمرها قللت مننا ولا قللنا منهم، زي فريق وداد الامه المحترم، زي فريق الرجاء المحترم، زي بعض الفرق اللي مش بتتجاوز وناس ما بتغلطش فينا ولا بتتعدى، جمهور المريخ اللي دايما شايفه في حاله، ولكن وحتى جمهور الهلال مش ليه ذنب. ولكن المواضيع يا جماعه غريبه، مواضيع غريبه، منصات اعلاميه شغاله تهميش وتقليل من الكبيرين اهلي وزمالك، فعشان تريح نفسك مفيش حاجه هتقلل مننا والله العظيم حتى لو ريحنا. فيعني انا مجهز لكم الرد حتى لو كابرين خرجوا بكره لا قدر الله، ولكن انا اثق في مقدره ربنا سبحانه وتعالى انه هينصر الفرقتين، والاثنين ان شاء الله يصعدوا عشان الجمهورين يفرحوا. رساله اخيره للعيال الملزقه، خلي عندكم شويه من الاحمر، وانا بحاول لو قوته مستمر، لان يعني الفئه الاكبر من الناس المحترمه الاهلي والزمالك معايا في المبادره دي، وفاهمين انها لمصلحه الكره المصريه، لكن شويه الفقاقيع، الفقاقيع اللي هم فقعونا شخصيا، الفقاقيع اللي بيطلعوا كده يعني بيقولوا كلمتين ويختفوا عشان الريتش ولا عشان الكلام ده كله، كلامهم لا يمثل لينا اي قيمه، ونحن مستمرين على المرحله دي لحد ان شاء الله النهوض بالكره المصريه مره ثانيه. ايدي في ايدك، وانا عامه مش هشيل ايدي من ايد اخويا الاهلي واروح احطها مثلا مع اي فريق ثاني يضر بينا احنا، مش هيحصل مش هيحصل. والعقل زينا فين؟ في الباترين.
يلا يا بلحاج روحوا ناموا، ولكن كلمتين مختصرين ان شاء الله بامر الله هنصعد بكره، ولو ما صعدناش هننام على الشيزلونج واللي حصلنا كسرنا، محدش عارف يوصل لنا اصلا. السلام عليكم.